مرحبا بكم معنا في درس جديد شرح لعبة صحيح أم خطأ. هي لعبة سهلة بزاف وممتعة ومسلية، كاينة في البلاي ستور، تطبيق مجاني. نشوفوا التطبيق على بركة الله. هو الشرح ديال هذا التطبيق ما ياخدش منا بزاف ديال الوقت. صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ؟ حيت التطبيق بسيط بزاف. بوتون كاين أربعة الأزرار، كاين أربعة الأزرار غير مصنفة. الأول بوتون أبويي دو فوا بوغ، إلا بغينا نانستاليو ألعاب أخرى أولا نتيليشارجيو ألعاب أخرى. الثاني إلا بغينا نبداو اللعب. الثالث ديال البارامتر، والرابع حتى هو ديال اللعب، ولكن من الاحسن نختاروا الثاني. ابويي دو فوا بوغ ليفل اكتيفيتي. غنمشيو المرحله 1. المرحله الاولى سينجل بلاير، كيعطيونا السؤال الفوق. بوابه بالرمز المبورغ توجد في باريس، والعداد وزير غير مصنف اخضر هو جواب صحيح، وزر غير مصنف احمر هو جواب خطا. تخطي الضغط للمتابعه، تخطي لبغينا ندوزو شي سؤال الا ما عرفناش كنديرو تخطي. سؤال طوكيو هي اكبر منطقه حضريه في العالم، صحيح والجواب صحيح. جواب صحيح، اضغط للمتابعة، اضغط للمتابعة باش ندوز لسؤال واحد اخر. سينجل بلاير اكتيفيتي، جبل كليمنجارو وهو اعلى جبل في امريكا الجنوبية. الله اعلم ولكن نديرو صحيح. سينجل بلاير، هاد المرة كان الجواب خطأ. جواب خطأ، اضغط للمتابعة، اضغط للمتابعة. سينجل بلاير اكتيف. سؤال ثالث، تمثال الحرية هو واحد من المعالم الرئيسية في نيويورك. معلوم، أكيد الجواب صحيح. سينجل بلاير سو، جواب صحيح، اضغط للمتابعة، اضغط للمتابعة. سينجل نيويورك هي عاصمة ولاية فلوريدا. بوتون جواب خطأ. سينجل بلاير رسول، جواب صحيح، الضغط اضغط للمتابعه. إذن سينجل بلاير اكتيفيتي، اللعبه كامله كتمشي بحال هكا. تقع الاكوادور على خط الاستواء، اللعبه كامله كتمشي بحال هكا. كاين زر غير مصنف الاول اخضر، هو نعم. زر غير مصنف الثاني هو خطا. تخطي صفر جزء من الاربعه، والزر الاصفر الزر الاصفر هو تخطي جزء من أربعة. خلاص كيتقرا. اذا كنتمنى ان هذه اللعبه تكون عجباتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في تطبيق جديد.